مساء الخير على كل متابعينا. النهاردة المنحة اللي هنتكلم عنها تبع دولة الإمارات. المنحة دي بتقدمها جامعة خليفة. الجامعة دي موجودة في أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة، فلو انتم مهتمين بمجال الدراسة في الإمارات تقدروا تتابعوا الفيديو للآخر، لأن الفيديو ده مهم لطلبة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. جامعة خليفة اللي موجودة في الإمارات بتقدم منح لكل الطلبة الدوليين سواء كانوا عرب أو طلبة مش عرب. الجامعة دي بتوفر منح في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. المنح دي شاملة كل البرامج الدراسية اللي بيتم دراستها داخل الجامعة سواء كانت برامج طبية أو هندسية أو برامج العلوم. فالجامعة دي بتضم مجالات أكاديمية وتخصصات متاحة من الهندسة، الطب، الأعمال والصحة والفنون وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من البرامج لكل الطلبة المهتمية بالدراسة في الإمارات العربية المتحدة. من الحاجات المهمة اللي بتقدمها المنحة دي إن هي بتكون ممولة بالكامل. التمويل ده بيكون شامل كل الرسوم الدراسية، بيكون شامل التأمين الطبي، كمان الطلبة اللي هتقدم على ماجستير والدكتوراه فالجامعة بتمول ليهم حضور المؤتمرات البحثية الدولية. كمان مهم قوي تعرفوا ان الطلبة اللي هتقدم على ماجستير فهم ليهم رواتب شهرية، بس كل طالب مختلف عن البرنامج بتاعه عن البرنامج التاني. كمان الطلبة اللي هتقدم على الدكتوراه ليهم رواتب شهرية بما تعادل 10,000 درهم اماراتي. زي ما قلت في الاول ان المنحة دي بتضم مجالات كتيرة جدا للبكالوريوس والماجستير والدكتوراه، زي كلية الهندسة بكل التخصصات بتاعتها، كلية الآداب والعلوم والتخصصات بتاعتها، وطبعا كلية هندسة بتندرج تحتها ماجستير في العلوم الهندسية وغيرها من البرامج. لو عايزين تطلعوا على البرامج دي وتعرفوها بالتفصيل تقدروا تتابعوا اللينك اللي انا سايبه لكم تحت في صندوق الوصف او الرابط اللي انا بحطها تبع الجامعة. هتلاقوا روابط خاصة بالتقديم مباشر للجامعة، كمان روابط خاصة بكل البرامج اللي بتضمها الجامعة، ده غير طبعا ان هي بتضم كلية الاداب والعلوم وغيرها من التخصصات اللي تبع البكالوريوس والماجستير. بتضم كمان الدكتوراه الفلسفة في الهندسة وبرامج كتير تخص كلية الهندسة وكمان كلية الطب والعلوم الصحية. في تفاصيل كتير جدا بتخص الجامعة دي تقدروا تتابعوا معايا الفيديو الاخر عشان تعرفوا كل التفاصيل دي. زي ان انت تقدر ان انت تقدم في الجامعة بدوام كامل او دوام جزئي، وهنا بيبقى فيه تفاصيل كتير كاتبينها على الموقع بتاع الجامعة تقدروا تطلعوا عليها خاصة بالدوام الكلي الكامل او الدوام الجزئي. مدة الدراسة في الماجستير بتكون 2 سنين، لكن لو انت هتداوم بدوام جزئي هتكون 3 سنين. مدة الدراسة في الدكتوراه بتكون من 3 لـ4 سنين. ونيجي هنا لحاجة مهمة الجامعة بتعلن عنها على الموقع بتاعها، وهي ان هي بتقدم نوعين من المنح، منح بشكل كامل ومنح جزئية، وكاتبين على الموقع ايه هي الشروط اللي لازم تكون متوفرة فيك علشان تقدر ان انت تاخد المنحة الكاملة. كاتبين على الموقع، انا طبعا سايبه لكم اللينك في صندوق الوصف، كاتبين ان انت لو طالب داخل دولة الامارات وعايز تقدم على المنحة لازم تكون مستوفي الشروط دي وتكون واخد القبول الكامل عند تقديم الطلب بتاعك، وحاطين درجات لامتحان الاي ام سات الخاص بالطلبه اللي هناك في المواضيع زي الرياضيات، الفيزياء، علوم الكمبيوتر، ماده اللغه العربيه واللغه الانجليزيه، وماده اختياريه من الكيمياء او الاحياء. كاتبين على الموقع كل الدرجات او الحد الادنى للدرجات دي. الطلبه المفروض بتدخل وتقارن اذا كانوا هم مستوفين الشروط بالحد الادنى للدرجات دي او لا. اما بقى عن الطلبه الدوليين من خارج دوله الامارات فلازم ان هم يكونوا يحصلوا على درجات تنافسيه اعتماديه على مناهج المدرسه الثانويه بتاعتهم، سواء كان نوع المنهج اللي هو في الاس اي تي اس او الاي بي اس والانواع دي من المناهج اللي موجوده على الموقع اللي ظاهر قدامكم على الشاشه دي. قالوا ان انت لازم طبعا المنح دي بتكون تنافسية جدا، يعني مثلا لو انت جايب الحد الادنى للمعايير بتاعة القبول في الجامعة فلازم تعرف ان فرصة قبولك ممكن تكون ضعيفة مقارنة بان لو في حد جايب درجات عالية وفرصة قبوله هتكون كبيرة، فمهم تعرفوا الموضوع ده. حاجة مهمة كمان ان التقديم على المنح ما بيكونش منفصل، يعني في جامعات بتقدم الاول على الجامعة بعد كده بتقدم على المنحة، لا، التقديم على المنح هنا بيتضمن ان انت بتقدم بشكل كامل على الجامعة، ما بيكونش حاجة منفصلة. وبعدين لما بتقدم هما بيبعتولك وبيعرفوك اذا كنت انت وافقت على المنحة دي ولا لا. كمان من الحاجات المهمة جدا ان انت لو اخدت المنحة دي لازم في خلال الـ4 سنين دراسة او الـ5 سنين تحافظ على
على المعدل التراكمي بتاعك تكون ما يقلش عن 3.3 اثناء الدراسه بتاعتك. وهنا بيقولوا لك ان انت لو المعدل بتاعك من 3.3 الاعلى، فالرسوم هتفضل شامله، التكلفه هتكون متغطيه بشكل 100%. اما لو قليت من 3.29 ل 3 الجي بي اي بتاعك، فهيغطوا بس 75%. وطبعا كل ما هتقل في الجي بي اي بتاعك الرسوم بتاعتك هتقل لحد 50%. لكن لو الجي بي اي بتاعك اقل من 2، فللاسف هتضطر ان انت تتحمل كل الرسوم الدراسيه بتاعتك وهما مش هيدفعوا لك حاجه. اما بقى بالنسبه للمنح الجزئيه، فنفس الشروط بتاعت المنح الكليه هي بتاعت المنح الجزئيه. الاختلاف هنا ان انت في المنح الكليه بيطلب منك ان الجي بي اي بتاعك ما يقلش عن 3.3، وان هو لو قل عن 3.3 التغطيه بتاعت المنحه بتختلف. لكن هنا في المنحه الجزئيه بيقول لك ان لو المعدل التراكمي بتاعك بقى 3 وعايز تقدم على المنحه، فوقتها الرسوم الدراسيه بتاعتك هتبقى 50%. لو قل عن 3 بتقلل 25%. اما الجي بي اي بتاعك لو قل عن 2، ففي الحاله دي انت اللي هتتكفل بكل المصاريف الدراسيه. حاجه مهمه جدا جدا للطلبه اللي بيسالونا اسئله، ساعات بتبقى بس الاسئله دي الجامعه هي اللي تقدر تجاوب عليها، تقدروا ان انتوا تدخلوا على سايبالكو ايميل الجامعه تحت في صندوق الوصف. الايميل ده بيخص باسئله عن المنحه، لو في اي سؤال او في اي حاجه عايزين تسالوها عن المنحه بتاعه الجامعه دي، تقدروا ان انتوا تبعتوا لهم عن طريق الايميل اللي انا سايبالكو العنوان بتاعه تحت في صندوق الوصف. يعني الطالب اللي عايز يقدم على جامعه من جامعات الهندسه الكيميائيه، هندسه البترول، هندسه الميكانيكي، علوم الارض، لو عايز يقدم على اي جامعه من الجامعات دي وهو متفوق اكاديميا في الثانويه العامه، يقدر ان هو يقدم على مؤسسه ادنك تبع الجامعه دي. ولو هو اختاروه متفوق اكاديميا، ساعتها يقدر ان هو يدرس خارج دوله الامارات. واللي قدامكم على الشاشه دي الشروط اللي لازم الطالب يكون متوفره فيه علشان يقدر ان هو ياخد بكالوريوس تبع المنحة بتاعت أدنى. أما بالنسبة لطلبة الماجستير والدكتوراه، فموجود على الجامعة إن الجامعة بتوفر منحة لطلبة دراسة الطب. المنحة دي بتقدم ليهم رواتب شهرية، بتوفر ليهم تغطية كاملة للرسوم الجامعية، دعم في حضور الفعاليات التعليمية محليا ودوليا، بتوفر ليهم سكن جامعي بدون تكلفة، وكمان بتوفر الكتب الدراسية زي ما موجود على الموقع الرسمي للجامعة. قالوا ان اي سؤال عن المنحة اللي طلبت الطب يقدروا ان هم يتواصلوا من خلال الايميل اللي انا هسيبه لكم تحت في صندوق الوصف واللي ظاهر قدامكم على الشاشة ده، عشان لو عايزين تسألوا عن اي حاجة بتخص المرحلة دي. ده غير كمان انواع مختلفة من المنح، في منحة التعليمية للطلاب الدوليين تقدروا تقروا بالتفصيل عنها، الكلام كله ظاهر قدامكم على الشاشة، تقدروا تدخلوا على الموقع وتقروا بالتفصيل عن المنح. ودي بقى كانت كل المعلومات الخاصة بجامعة خليفة للمنح الدراسية في الامارات العربية المتحدة. لو عايزين تسألوا اي سؤال اكتبوا لنا تحت في التعليقات. كمان تقدروا تتواصلوا لطلبة البكالوريوس، يقدروا يتواصلوا مع الجامعة على عنوان الايميل اللي انا هسيبه لكم تحت في صندوق الوصف. اما طلبة الماجستير والدكتوراه فيقدروا يتواصلوا على عنوان البريد الالكتروني اللي انا هسيبه لكم تحت في صندوق الوصف. بالتوفيق لكل الناس اللي هتقدم على المنحة دي.